أهلاً بكم في برنامج مع عنبر. شكراً للجميع. بالكفاح والاجتهاد تحدى ضيفي أصعب الظروف وبرز في مجالات عديدة أهمها الرياضة، ليثبت للجميع أن الإعاقة ليست جسدية وأنما هي إعاقة في التفكير وتطوير الذات. لنتعرف عليه معا، هيا بنا. في البحر مع الشمس ومع الطبيعة وتقدر تشوف اللي تحت، يعني غير عن أنت فوق يوم تصبح تحس إنك زائر، يوم تغوص تحس إنك من المجتمع. أصدقائي، رحبوا معي بالملهم أحمد الشهراني. يا هلا أستاذ أحمد، يا هلا. حالك عمرو؟ يا هلا، الحمد لله. كيف الأحوال؟ خشمك بخير. كيف الأحوال؟ طيب بخير، شلونك؟ الحمد لله، يعني أنا جداً سعيد لأنك لبيت دعوتي إلى البرنامج. الله يعطيك العافية. يعني يا أخي ما هذا التألق؟ يعني لديك معجبين أكثر مني كثير هكذا. أنت متواضع عنبر، الله يعطيك العافية. شكراً لك. يعني أنت تمارس العديد من الرياضات، الكثير من الرياضات، أريد أن أعرفها يعني كلها. شوف، نعم، أنا أول شيء أحب الرياضة. نعم. وأحب التجارب. تحب أن تجرب رياضات جديدة؟ أجرب أي شيء. يا سلام. نعم. على الأقل مرة واحدة. نعم. ولو ما عجبني أقول خلاص ما عجبني. أها. نعم. أحب الجري. نعم. السباحة. سباحة. الرماية. الرماية. المبارزة. مبارزة أيضاً. وقفز مظلي، بس خاطري أجربه. بصراحة لنبقى عن قفز المظلة، يعني سقوط من عدة كيلومترات شيء مخيف، أنا أخاف بصراحة، لا أستطيع أن أفعله. الطيحة مو بالمشكلة، المشكلة. نعم. الوقف الفجأة. نعم. أستاذ أحمد، تشارك في سباقات كثيرة، يعني ما هو آخر سباق شاركت به؟ آخر سباق كان أريده. أخبرني عنه. والله شوف، أنا شاركت. نعم. هالمرة 42. نعم. كيلو. ماذا؟ 42 كيلو وفي مرة واحدة؟ صحيح. يه يه. وتحت المطر أيضا. تحت المطر؟ يعني هذا تحدي كبير جدا. وهل أنهيت السباق وكل شيء؟ يعني الحمد لله خلصت في 4 ساعات ونص. ما شاء الله عليك، يعني يجب أن تعلمني هذه الحيل. أنا بصراحة سباق 100 متر ربما يعني لا أستطيع أن أجهزه. لا. طيب. تقدر، لكن أنت لازم تتدرب. نعم. وإذا حب أقدر أدربك. طيب، قبل ذلك أريد أن أسألك، عندي سؤالين مهمين. الأول، هل هناك فرق بين السباقات؟ يعني يوجد سباقات صعبة، سباقات سهلة؟ شوف، أول. نعم. شيء، أول شيء مثلاً خلينا نأخذ أريدو. نعم. أريدو هناك مسافات، عندك 5 كيلو. نعم. 10 كيلو. نعم. 21 كيلو. نعم. و42. نعم. وعندك سباقات اللي تكون خارج الطريق، اللي. نعم. هي في خط الوعرة، يعني حاصة، رمل. طلعات، نزلات. هذه أصعب بكثير. التحدي. نعم. مش صعبة؟ تحدي. نعم. طيب، ما هي الطقوس التي تقوم بها قبل المشاركة في كل سباق؟ أكيد لديك الطقوس. الطقوس لازم يسمونه كارب لودينج، لازم تأكل. متشابيس، باستا. يا سلام. بيتزا. نعم. نشويات يعني؟ لا، مش مشويات. نشويات. نشويات، صح. هي المشويات أطيب بصراحة. لا بأس. طيب، أنا حصل معي حادثة صغيرة سأخبرك عنها، ربما تستطيع أن تساعدني. في مرة من المرات كنت أشارك في سباق ووقعت في خلال السباق، والجميع يعني أصبحوا يعني يسبقوني، وتوقفت عن السباق رغم أنني لم أتألم أو لم أصاب بأذى. يعني طب كيف واحد، يعني كيف علينا أن نكمل؟ يعني والله شوف عنبر، أول شيء السباق هو تحدي النفس. نعم. أنت قاعد تحدى نفسك. نعم. ما تحدى واحد ثاني. نعم. تحدى نفسك أنك أول شيء تكمل. نعم. وتكمل بكامل صحتك، ما تعور نفسك. ما أنه والله الهدف أروح وأشارك لغاية أن أتعور، لا. أشارك وأطلع سليم. طب عفوا، هل حصل معك حادثة أثناء سباق يعني، ويعني كان هناك صعوبة في إكمال السباق؟ كان عندي تجربة الأردن. في الأردن ماذا حدث؟ أخبرني. هي. عندك في الأردن سباق بحر الميت. أها. يكون أوطى سباق في العالم. فشدني. نعم. قلت لازم أتسابق في أوطى مكان في العالم. نعم. لكان. نعم. عندي نفس السنة كنت حاب أشارك في سباق في سويسرا. نعم. بيكون أعلى سباق على خط، على أرض. يا يعني سلام. قار. نعم. أعلى في القمة، فكان. نعم. الفرق كبير. نعم. فرحت الأردن. نعم.
نعم. وكنت مستعد من الدوحة، جهزت الكرسي ومستعد نفسياً وكل شيء جاهز. يا سلام، ها؟ وماذا حدث؟ في خط الانطلاق واقف وأحس بهواء. ها؟ هواء. هواء؟ على يدي. قلت أوه هذولا قاعدين يدفون هواء بارد عشان ما نسخن. ما نعم. بس كان الهواء في يد واحد. من أين أتى الهواء يعني؟ بالضبط أقول من وين؟ من أين؟ عقب قلت التاير بنشر. قلت لا 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 ما بنشر ما فيها شيء. قلت باقي الهواء موجودة بس جاي مكان واحد. نعم. قلت لا ما في شيء السباق أوكي بيبدأ الحين. وبدوا العد 3 2 1 انطلق. نعم. مشيت. نعم. كرسي ثقيل. نعم. لا السيارة فيها شيء. لا تقل لي العجل. العجل ها؟ خالي من الهواء. خالي من الهواء. طب وماذا فعلت؟ طبعا توقفت عن السباق طبعا يعني معروف. لا شو انا وقفت. نعم. اتاكد انه هو هواء وبالفعل كان الهواء. نعم. فسالت نفسي قلت احمد انت ركبت طيارة وجيت الاردن وتعبت نفسك شهور تتدرب. نعم. تبي تكمل ولا تبي توقف؟ من حقك توقف. من حقك انت يعني طبعا العجل يعني لا يعمل بطريقه جيده. نعم. بس انا سالت نفسي وبعدين قلت انا ما تدربت وسافرت وتعبت علشان ما احاول. اقل شيء بحاول. لا تقل لي اكملت السباق. اكملت السباق في 3 ساعات و40 دقيقة تقريبا. ما شاء الله عليك، لذلك ينطبق عليك اسم الملهم. نعم. عندي سؤال، هل تحب التحدي؟ احب التحدي واحب المنافسة. منافسة، هل تستطيع منافستي؟ اكيد. طيب انا حضرت لعبة مفاجأة سوف نذهب اليها الان. ها انت جاهز؟ جاهز. وانا جاهز ايضا. اخي احمد، بما أنك تحب الرماية سنلعب رماية ولكن من نوع آخر، لا نريد بندقية، أنا أخاف على المصورين. طيب تعرف هذه اللعبة أكيد. هل يعني تفكر أنك ستربح أم أنا سأربح؟ يعني ما رأيك؟ أنا أتوقع أنا اللي بربح. أنا أتوقع أنا الذي أربح يعني، ولكن يعني لا نريد أي ضغينة أو أي يعني زعل. اتفقنا؟ يعني إذا ربحت يعني تبارك لي. وإذا أنا ربحت؟ ربما سأبكي. هيا بنا. ابدأ أنت، تفضل أنت ضيفي. شوف يا عنبر. نعم. أنا مش كثر أنا مواثق أني بفوز. نعم. بغطي عيوني. يه. لا هذا تحدي قوي. ها أنا ما أقدر أشوف. يه. خلاص. رفعنا مستوى التحدي. هيا. 1 2 أنا موجه صح؟ نعم. 1 2 3 يا سلام يا سلام يا سلام عليك. هل تبقي عيونك مغمضة كي أذهب وأضع هذه في الوسط؟ هيا دوري. 1 2 3 يا سلام. طبعا تحدي قوي والآن الدور لك. طيب هالمرة أفتح عيوني ولا أسكر عيوني؟ كما تريد. أنا سأربح بصراحة يعني إن شاء الله. طيب أغير يدي، أستخدم يدي اليمين. نعم. أنت عادة تلعب باليد اليسرى؟ طيب هذا من حظي. 1 2 3 يا سلام، قوية. يعني أنا آسف، أنا جدا آسف، ولكن أنا قوي جدا. نعم. هل أنت مستعد للرمية الأخيرة؟ طبعا ارمي باليسار وحاول يعني أن تربحني. بس عنبر. نعم. في شيء هناك صوت. هناك؟ أين؟ أنا سمعت صوت أيضاً. أين ال يا شباب هناك صوت هنا. نعم. طيب دوري صح؟ ماذا؟ نعم. بسم الله. نعم. على فكرة. ليه طال؟ يا سلام عليك، ولكن بصراحة أنا لدي شاشة وأرى ماذا يحصل في الاستوديو. رأيتك تذهب إلى هنا. ما شفت شيء. يعني أريد إعادة. هيا نعيدها مرة أخرى. أنت أرمي حقك وبعدين. طيب أنا سأرمي هذه الرمية المصرية. 1 2 3 يا سلام. طيب كيف سنحسب؟ أنا لدي 2 ولدي 7 ويعني تعادل. تعادل. نعم. تعادل. أنت موافق على التعادل؟ كانك أنت صاحبي. كانك. يا سلام. يعني. وإذا أنت حبي يعني عشان أنا الضيف. نعم. وفرت علي البكاء.
رائعة جدا هذه اللعبة. طيب عندي سؤال أيضا، رياضة الرمي هل ممكن أن تكون مؤذية؟ على حسب، شوف هناك حاطين حواجز وحاطين يعني أمان عشان الواحد ما يتأذى. نعم، فإثبات يعني الأمن والأمان حقة المكان لا ما مش مؤذية. طيب يعني أنا عندما أكبر ممكن أن ألعب رماية بإذن الله. أنت أصلا كم عمرك؟ طيب أنا عمري 14 سنة، وهذه في اللغة العنبرية. نعم العمر كله إن شاء الله. طيب نحن طبعا انتهينا من التحدي والحمد لله تعادل، الحمد لله. طبعا لدي أسئلة ولكن بعد قليل، نعود بعد قليل. أستاذ أحمد، أنت تشارك في برامج المناظرات، يعني ماذا تفعلون في هذه البرامج؟ يعني ما هي المناظرات هذه؟ نظارات؟ نعم مناظرات. جميلة جدا. لعوزتك صح؟ نعم نعم. طيب المناظرات أحياء، شوف أنا من 5 سنين تقريبا أشارك في المناظرات. نعم. هو حلو الواحد يكتشف رأي في شيء. جميل. بيكون هناك جانبين، جانب اللي أنت تدعم أو يعني تدعم يعني أنك توقف معه. نعم. أو ضد. نعم. فممكن خلينا نقول أنا ضد المشويات. نعم. وأنا أكون مع المشويات. أنا مع المشويات. لا أنت حتى ضد، أنت ضد ضد. ضد؟ إيه إيه. فلازم أنت تلقى سبب أنت ليش ضد المشويات. أها لأقنعك بهذا السبب. أقنع الجميع. وأنا أقنعك إنه هو لذيذ. نعم. طيب آخر مناظرة عن ماذا كانت؟ أخبرني. كان عن الأخبار المزيفة. فعلا يعني الوسائل الاجتماعية تملأها الأخبار المزيفة. طيب ماذا تكلمتم؟ أخبرني. شوف كنا نناقش هل هو مشكلة، هل هو نعم. مشكلة أنه خلاص ما يتصلح. نعم. يعني خلاص نستسلم. قلت له لا، مفروض ما احنا ما نستسلم. نعم. ونجد آلية. نعم. نراقب هذا الشيء ونطلع الأخبار الصحيحة. نعم يعني والحمد لله احنا كسبنا. الحمد لله. يعني لا يجب ان ننشر خبر على الوسائل التواصل الاجتماعي دون ان نعرف انه اكيد صح. نعم. واصلا ما يجوز نكذب بعد. نعم فعلا، لانه ممكن ان نسبب مشاكل، ممكن هناك خبر يسبب ذعر للناس او خوف او مشاكل بين الاشخاص، اليس كذلك؟ صح. طيب كيف سنحارب هذه الظاهره؟ انا وجهه نظري يبدا مع كل شخص، كل شخص لازم هو نعم. ما ينشر خبر غير صحيح. نعم. أكد من الخبر. نعم. وبعد ذلك أنشر. صح. طيب كانت حلقة رائعة أستاذي العزيز. أنا يعني بصراحة أنا أخجل في هذه الفقرة دائما. أنا أقدم يعني هدية لضيوفي وهي يعني شهادة تقدير مني أنا عنبر لضيوفي، هل تقبلها مني؟ أقبلها، سأحضرها على الفور. لحظة واحدة، أحب هذا الجزء رائع جدا، لأنني أختم هذه الشهادة طبعا مكتوب عليها اسمك، وسأضع الختم هنا. نعم. 1 2 3 أصبحت شهادة ممضية ومعتبرة. ها تفضل أستاذي. وطبعا نريد أن نأخذ صورة أنا وأنت هنا. قبل ذلك أنا أشكرك جدا لأنك لبيت دعوتي، وطبعا مسألة الإصرار تعلمتها منك، يجب أن أكون مصر وأنهي كل شيء أبدأه. صح. نعم. هل تريد أن تقول لي شيء؟ والله حبيتك عنبر. شكرا شكرا، أجمل شيء قيل لي. نأخذ صورة على الكاميرا. نعم. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة اشتركوا الآن.